تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، تواصل وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع مجلس النواب تنفيذ حزمه من المشاريع التطويريه ذات الطابع الخدمي من اجل تحسين الخدمات المقدمه للمواطنين، بما يسهم في تحقيق اهداف المسيره التنمويه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه. قام سعاده وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعاده النائب الدكتور عبد الله الدوادي ممثل الدائره الثامنه بالمحافظه الشماليه بجوله تفقديه لمشروع تطوير الطرق الداخليه في سوق واقف بمجمع 1203 وانشاء منتزه بمجمع 1204، حيث اوضح سعاده الوزير ان المشروع يشتمل على تطوير طريق الخدمه الموازي لشارع ولي العهد مع توفير مواقف سيارات في المساحات المتاحه، كما يشتمل على زياده مداخل ومخارج سوق واقف على ان يستغرق المشروع 8 أشهر. أوضح الوزير خلف أن منتزه مدينة حمد يعتبر من المشاريع الاستراتيجية على مستوى المحافظة الشمالية تحقيقا لمبادرة الوزارة لتوسعة الرقعة الخضراء في مجمع 1204. المشروع إن شاء الله سوف يكون منتزه إلى كل مدينة حمد، مساحة تفوق 6000 متر مربع، وسوف يشمل هذا المنتزه إن شاء الله على ممشى بطول حوالي 2 كيلومتر، وأيضا بعض الأمور الترفيهية لخدمة العوائل هذا ومتنفس هذا وأعمال التشجير والحدائق ولعب الأطفال. جولة اليوم شملت أيضا هذا الموقع اللي هو سوق واقف، والوقوف على الملاحظات التي تم استلامها من الأخوة النواب وأيضا المواطنين والمجلس وأعضاء المجلس البلدي، واللي تتعلق في تنظيم الحركة المرورية وأيضا تأهيل الطرق والمداخل ودراسة الحركة المرورية والمواقف. اليوم أخذنا جولة مع سعادة وزير الأشغال والبلديات. هناك مشروعين أساسيين في الدائرة، مشروع الحديقة الكبرى، مشروع حديقة الملك حمد، وهي طبعا حسب الخرائط والنماذج اللي شفناها مع سعادة الوزير كانت يعني نموذجية فيها يعني خدمات كثيرة، وراح تنقل المنطقة إلى نقلة نوعية من حيث الترفيه، من حيث يعني الأمور اللي لها علاقة بالسوشيال والعائلات. المشروع الثاني واللي هو لا يقل أهمية من الحديقة اللي هو مشروع مداخل ومخارج مدينة حمد. طبعا يعني يوجد زحام كبير في المداخل ومخارج مدينة حمد لرواد السوق الحيوي الموجود في هذه الدائرة. بالمشاريع الموجودة المطروحة في الوقت الحاضر راح تهيئ البنية التحتية بشكل عام على فك هاي الاحتقانات.